السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم في حلقه جديده من كريم نيوكاسل. ما اعرفش بقى الجدول في البريمير ليج امتى هيتسهل علينا شويه، يعني كل حلقه كده عندنا ماتش قوي في البريمير ليج. يعني بدايه الحلقه النهارده قدام توتنهام المركز الخامس واحنا في المركز الرابع، الفرق بينا بينهم نقطه واحده بس، يعني احنا بقى لنا فتره بنوقع نقط، محتاجين ناخد الثلاث نقط دي باي شكل من الاشكال. بدايه الحلقه زي ما انتم شايفين ماتش توتنهام، الحلقه اللي فاتت كان فيها ماتشين قويين يونايتد وارسنال، بعد كده هنخش بقى في شهر مارس عندنا ثلاث ماتشات سهلين في الدوري نوعا ما، ماتش نورويتش وايفرتون وبورموس، غير بقى ماتش في الكاس ماتش بيرلي. الماتش ده يعني هينزل في الحلقه دي لان ماتشات الكاس الفتره الجايه بقت مهمه جدا بالنسبه لي. طبعا الدوري انا ما بقولش ان احنا فقدنا الامل في المنافسه على الدوري، ولكن الدوري بقى صعب قوي خاصه الفرق بيننا وبين سيتي بقى 10 نقط، محتاجين ناخد ستريك كويسه. نبدا بقى بالثلاث ماتشات دول، وطبعا اهمهم ماتش توتنهام. بعد كده نخش على شهر ابريل بقى ناخد ماتش شيفيلد وماتش ويست هام، لو في ماتشات اضافت جديده في الكاس ولا حاجه هنهندل الجدول مع بعض. بس قبل ما اشترك الفيديو واشترك القناه وشير الفيديو مع اصحابك وفعل جرس التنبيهات، يلا بينا نشوف الحلقه فيها ايه. ده تشكيل توتنهام قبل الماتش بتاعنا، يعني طبعا تشكيل يعني ياخد بريمير ليج، اصلا الفرقه قويه جدا معاها قلبه في الدفاع جايبينه من سيتي السنه دي، وكيتا بالدي برده من سيتي، ومعاهم شويه لعيبه جامده زي تشالانوجلو وداروين طبعا من ليفربول، وغير على الدكه بره روبرتسون معاهم وجريزمان. يعني انا قلقان من الفرقه دي بصراحه، ولازم نخلي بالنا قوي من حته الدفاع عندنا لان دفاعنا مش احسن حاجه الفتره اللي فاتت دي. يطلع بروسيتش حلوه، خش مندش، فين فلوفيتش، فين بقى كره حلوه، خلص. طيب والله حلوه فلوفيتش، هي صعبه قوي تيجي من هنا اصلا، اوعى شوت ده حلوه تريبير قوي. خش ديابي، صعب قوي على اليو دي، غلط. طيب حلوه والله العظيم حلوه اليو، يا جماعه ماتش صعب وفرقه صعبه. انا مش فاكر ماتش الدور الاول خلص كام كان بيننا وبينهم. يا ابن اللعيبه بريمير فتح مساحه نفسه قبل بوتنا، يا ساتر على الكوره، هو عادي جول. اطلع انت، طيب حلوه دي الكوره دي قوي. فلاوفيتش ديابي، خش انت بقى سريع. ليه يعني ماشي يا ديابي، اقول لك ايه؟ طيب حد يا رب تريبير كده، عرضيه بقى حلوه اظبطها بقى، حط يا جلوتون، صح كده يا شباب، يا بوتمان ما تسيبوش كده يا بوتمان، حلوه الكوره دي قوي. ماشي حلوه يا جولنتو، تكمل كورتك، خش يا سلام على الكاونتر اتاك ده. فيلوفيتش معاك، خلص يا راجل، لسه الكوره يا جماعه، مش كده يا جماعه، مش ممكن على الفرص دي. نحاول نظبطها تاني كده، والله احنا اخطر منهم بكتير. يا بريمير يا دولي، قافل يا بوتمان كده، خطر دي حلوه يا بوب قوي، صعب قوي، يلا حلوه الكوره. لا يا حلوه يا فلافيتش، حلوه والله فلافيتش، حطه في ظهرك يا راجل. يا ديابي يا ديابي، في احسن من كده يا ديابي، يعني نقطة بصراحة، يعني هقول بس أحسن ما فيش. توتنهام خطر جدا بصراحة عندنا. نقفل بقى ملف الدوري، بندخل على ماتش بيرلي في الكاس، يعني ماتش صعب جدا في ملعب تيرف مور، طبعا هنلعب بالفريق الأساسي لأن واضح جدا الإدارة بدأت كده تتضايق من نتائج الفريق في الفترة اللي فاتت دي كلها، فمش عايز أخسر بطولة زي الكاس دي. أنا بالنسبة لي البطولة دي مهمة جدا، ماتش بيرلي ده ماتش الموسم بالنسبة لي، يمكن يكون ماتش سهل جدا قدام ناس كتير بالنسبة للفرق اللي لعبناها في الدوري والكلام ده كله، لكن أهمية الماتش مش في الفرق اللي لعبها، أهمية الماتش في البطولة نفسها. أنا عايز أكسب الكاس ده، عايز أدخل بطولة نيوكاسل عشان يا نهار ابيض على الكورة. بوتمان اقفل يا بوب، حلوة ديابي، خش فلاوفيتش، يا ابن اللعيبة فلاوفيتش قوي كده. جوردون بقى أول ماتش ليك كده أساسي يا جوردون،
الله عليك يا دوس سانتوس يا رايق، دوس سانتوس عاجبني والله، يعني واحد من الأكاديمية بس حلو دوس سانتوس. لا الواد جامد يا جماعة، دوس سانتوس ده مستقبل النادي. اطلع ديابي. لا دوس سانتوس يا جماعة جامد جدا الواد ده والله، خسارة يقعد دكة. حلو يا دوس سانتوس قوي. فلاوفيتش حط التالت، ماتش خلص خلاص. يعني برغم ان احنا كسبنا ماتش الكاس قدام بيرلي، لكن الاداره واضح ان هي مش هترضى علينا الموسم ده الا ببطوله، او اما تحس ان احنا قريبين من بطوله. طب يعني ماتش بيرلي المفروض قربنا شويه في الكاس، ودخلنا دور الثمانيه تقريبا، او دور الثمانيه غالبا. عندنا ماتش مهم في الدوري بقى، الثلاث ماتشات اللي جايه في الدوري نبتديها بماتش نورويتش كده. يعني مفيش وجه مقارنه بين مركز نورويتش ومركز نيوكاسل، هم في المركز اللي قبل الاخير واحنا في التوب فور، فالماتش ده مهم جدا بالنسبه لي. الثلاث نقط يعني احنا مركز تاني لحد ما نشوف نتائج الفرق اللي فوقينا. يعني بسرعة يا اليوت، شوية اليوت، حلو قوي، خش انتصر منه على فكرة. يلا خلص، انا بقول لك عايز الثلاث نقط يا جماعة، عايزين الثلاث نقط في الماتش ده. يلا تريبير كده، اظبطها بقى، عرضية حلوة، براحتك خالص اهو، اطلع يا بريمير، ما انت زي الطور يا بريمير اهو. ده مين يا ساتر على جمرايش اللي اتصاب ده. طبعا اصابه جمرايش انا مش هجازف بيه في الملعب، هضطر اخرجه حتى لو اصابته بسيطه ما تزيدش عن كده، وانزل بكيسيه وربنا يستر بقى في ما تبقاش اصابه طويله ولا حاجه. طلع من هنا، بص بولوسيتش، يا فرحتي بيك يا بولوسيتش وانت واقف على ال 18 كده بتتفرج على الكوره. اقفل يا مندش، حلوه بوب قوي، المفروض انه ماتش سهل، يعني المفروض ان احنا يعني كنا خلصنا بجون على الاقل دلوقتي. طلع من هنا، حلو كوبا قوي، طالع يا بوليسيتش. اصابه جيمرايش اكيد تفرق معانا في الخروج بالكوره. ايه ضربه جزاء يا جماعه، انت مجنون يا ابني، انت يعني انا مش قادر افهم، انت مخك ما سخنش لسه في الماتش ولا في ايه؟ مش فاهم انا يعني ايه يا حكم، بس ايه اللي بيحصل ده يا جماعه؟ يعني حرق الدم والله بجد. يعني حلو يا بوب، لا ارجع لي بسرعه تريبير، عندك انذار خلي بالك، اوعى بس يا تريبير، هايل يا بوب والله. اطلع يا مندش، خش مندش انت، الله على الكوره دي، تعرف تخلصها؟ خلص. لا يا مندش، هو انت مفيش كوره تعملها لي بره، حد عدله. اليوت خش، بوليسيتش يا ابن اللعيبه، خده في ظهرك انت بقى، صح دي، خلص من بدري يا شباب، من بدري ما نضغطش نفسنا. يعني اصابه جمرايش كان فرقت معانا جدا في الخروج بالكوره يا راجل، قافل يا بوتنا، لا اعمل فاول. طيب طلع، والله العظيم بوب شال جون يا جماعه، هايل يا بوب. طيب احنا عندنا مشكلتين، يعني اول مشكله اصابه طبعا جيمرايش فرقه معانا جدا في حته الخروج بالكوره، مش عارفين نطلع بالكوره صح ونعمل بيلد اب صح في الهجمه بتاعتنا. فسيبك من النقطه دي، هنحلها بجولنتون بقى يحاول يسقط شويه مع كسيه. انما المشكله الثانيه اللي عندنا الاساسيه بقى، ان احنا كسبانين 1-0 بس، 1-0 دي مقلقاني بشكل كبير، لازم نحط الثاني ونريح نفسنا ونقفل الماتش ده خالص. حلو بلوسيتش، الله على التحرك ده، فلوفيتش خلص يا ابني، يلا اليوت، حلوه كوره، جون دي، خلص يلا، مش ممكن على الكوره يا جماعه. الله على الكوره، ما فيهاش حاجه، بوليسيتش اخيرا جبت جون يلا في الدوري. اضغطوا هنا بقى، ما تستناهمش يطلعوا بالكوره صح كده، طلع يا بوتمان، حرام عليكم يا جماعه، يا بوتمان انت بتدلع يا بوتمان. يعني هي ثلاث نقط مهمه وكل حاجه، بس بتخيل سيناريو كده لو ما كناش احنا جبنا الجون الثاني بتاع بلوسيتش ده، هل كان المنظر دلوقتي هيبقى عامل ازاي؟ ولا هنخرج بنقطه واحده من الماتش الصعب ده ولا ايه بالظبط؟ فمشكله كبيره في المنتاليتي بتاع الفرقه، يعني محتاجين يا جماعه نحسم الماتشات دي من بدري. ادي بقى اللي احنا استفدناه من ماتش نورويتش، يعني اصابه جيمرايش للاسف 3 شهور، يعني راجل الموسم بتاعه اتضرب معانا خلاص، وانتهى الموسم بتاعه حرفيا معانا الموسم ده.
يعني في الوقت اللي احنا محتاجين فيه جيمرايش عشان المنافسه على الدوري ونرجع تاني للمنافسه على الدوري، للاسف خسرنا لاعب مهم جدا جدا بالنسبه لنا ومفتاح لعب كبير في الفريق بتاعنا. هندخل بقى ماتش ايفرتون للاسف من غير جيمرايش طبعا ومن غير طبعا هارفي بارنز المصاب، بس بارنز احنا عندنا بديل ليه يعني جوردون وبوليسيتش الاثنين موجودين فما فيش مشكله فيها، لكن جيمرايش اللاعب الوحيد اللي ما عندناش بديل ليه في ادواره هو جيمرايش، يعني لا مارتيل ولا جولينتون ولا كيسيه عندهم نفس الامكانيات بالخروج بالكوره زي جيمرايش. حلوه جوردون قوي يا ابن اللعيبه، بوليسيتش خلص يا لوت حلوه، غطي تريبير يا ساتر على الكوره، ايه طيب حلوه بوب قوي، اظبطها بقى عرضيه حلوه، مين اللي داخل؟ ماشي حلوه بلوفيتش، والله كره حلوه، انا قلقان من الماتشات دي بحب اخلصها بدري عشان ارتاح. يلا يا جولينتون بقى الطشه صح، اطلع انت يا جوردون، خش جوردون يا جوردون، حرام عليك خلص الكرة دي، لسه بدري يا شباب قوي، استعجلوش اظبطها بقى جولينتون، لا يا جولينتون عندك البعيده فاضيه فوق على الشمال يا راجل خالص، اطلع تاني يا مندش كده، ماشي خش يا جوردون انت، يلا يا جوردون خلص، يا نهار ابيض يا جوردون على الكوره، اوعى ضربات الجزاء بس، امسك يا ساتر على الكوره، حلوه بوب قوي، فوق خالص فاضيه، بوتمان يا ساتر حطها جون، حلوه بوب قوي، يلا اليوت خش، تزنقته قوي، حلوه الكوره، هل ضربه جزاء يعني كوره بص من نو وير كده، جبنا جون ان شاء الله، مش عايز اقطع بس في الكوره، هم معاهم ساندرو بتاع اليوفي، فلاوفيتش خلص والنبي، اعصابك يلا فلاوفيتش اعصابك حديد يلا والله، يعني انتوا بنفسكم شفتوا الشوط الاول عامل ازاي والماتش مقفول ازاي، وايفرتون كان ممكن يخطف بجون والتاني كمان، احنا جبنا جون بصعوبه من ضربه جزاء كده، معنى كده ان هم لو تعادلوا الشوط التاني احنا مش هنعرف نطلع بالنتيجه ونتقدم، فلازم نخلص من بدري كده قبل ما يتعادلوا معانا وتبقى مشكله بعد كده. خطر دي تريبير، اعمل فاول طيب، فش اي حاجه صح يا تريبير قوي، كاونتر اتاك بسرعه بقى، مين مع ديابي جاي؟ اطلع انت تريبي، فلوفيتش يا ابن اللعيبه خلص، حط جول، لا يا فلوفيتش عندك احسن من كده كتير يا راجل، غطي تحت يا تريبي بسرعه، يا ساتر على الكوره دي، لو طلع منك خطر، امسك يا بوب، يا بوب حرام عليك يا بوب، خلص يا جوردون تعالى، حلوه يا جوردون التحرك ده قوي، ماشي فلوفيتش، يا نهار ابيض عليك يا اليوت، تعالى يا تريبير، خش انت بقى ديابي، حلوه كان معاك والله، فلوفيتش خلص، مش ممكن على الكوره يا ابن اللعيبه، اليوت خلص من بدري يا راجل، حاول تظبطها يا تريبير كده، الله على الكرة دي، حلوة يا فلوفيتش قوي، أنت بتصلحها له؟ بوتمان خرج من مكانه، اعمل فاول مندش، طلع من هنا بوتمان، يا ساتر على الكورة، حلوة يا كيسيه قوي، يلا بوليسيتش، لسه منزلك بقى أنت فوت فريش بقى نازل بسرعة، حلوة بولي قوي، يا ابن اللعيبة، خلصها بقى، لا عندك احسن من كده، ضربة جزاء مفيهاش حاجه ازاي يا حكم، يعني يا بوب انت غلطت غلطه النهارده، حظك الوحيد بالنسبه لي ان احنا خدنا الثلاث نقط في الماتش الصعب ده،
لكن غلطتك يا بوب دي كانت ممكن تكلفنا من نقط الماتش النهارده. بعد الفوز على ايفرتون المفروض كان نلعب ماتش في الدوري دلوقتي، لكن اتضاف ماتش في الكاس في دور الثمانيه بقى قدام بريستون. اعتقد الجدول خدمنا جدا في البطوله دي لحد اللحظه دي، يعني فرصه كبيره جدا نوصل سيمي فاينال. صحيح في لسه فرق كبيره في البطوله زي ليفربول وزي يونايتد، يعني ابرز المرشحين هم نيوكاسل وليفربول ويونايتد. اتمنى ان شاء الله في السيمي فاينال نقابل فرقه من تكون من يا كوينز بقى، يا اما برينفورد يا اما نورويتش او بورنموث ايا كان، بس ما يكونش واحد من التقال دول. خش انت بلوفيتش، حلوه الكوره، فاول دي حكم جوردون. لا عندك احسن من كده يا جوردون، حلوه ديابي قوي، خش يا ديابي. دو سانتوس ماشي، عندك احسن من كده، يلا بلوفيتش حط جون. كرة حلوه بس الماتش مقفول، هم واضح ان هم طبعا بيلعبوا لو بلوك جامد وتحت الكوره هيتعبونا بقى. يلا تريبير، فرصه كبيره ان نقدر نوصل سيمي فاينال يا شباب. حلوه الكوره، دو سانتوس، بلوفيتش خلص بقى انت بقى، حرام عليك يا بلوفيتش. الله الكوره يا ابن اللعيبه، دو سانتوس ضربه جزاء. انا ما اعرفش، انا ما خدتش بالي اتحسبت ازاي، بس يعني اكيد في تدخل على دو سانتوس. يلا يا بلوفيتش خلص بقى، عايزين نخلص الماتش ده يا جماعه ونوصل سيمي فاينال ان شاء الله. صح يا بلوفيتش قوي، الله على الكوره بلوفيتش، مش ممكن على الكوره دي يا بلوفيتش. ديابي يا ابن اللعيبه، كرة حلوة قوي بلوفيتش، اصل يعني تمام يا جون دي، انا مش عالمك ازاي تعمل منطقة الجزاء يا بلوفيتش، عيب يعني. حلوة يا مندش التحرك ده قوي، كرة دي جون المفروض، خلص انت بقى. صح يا فيركسون قوي، مبروك يا شباب، يعني انجاز كبير وصلنا للسيمي فاينال، او بمعنى اصح يعني وصلنا للسيمي فاينال هي الخطوه اللي قبل الانجاز ان شاء الله، لان وصلنا للفاينال الموسم ده في كاس انجلترا، ده يعتبر انجاز بالنسبه للفريق. بعد ما كسبنا بريستون في الكاس يعني السيمي فاينال بقى اطرافه اتحددت خلاص، للاسف احنا هنقابل مانشستر يونايتد، يعني كنت اتمنى اقابل بورنموس احنا ولا حاجه، لكن ليفربول محظوظ هو اللي هيقابلهم. الحظ خدمنا كتير في البطوله دي، قابلنا فرق ضعيفه زي بريستون وزي بيرلي ومش فاكر ايفرتون تقريبا، لكن وقت الجد جه بقى لازم نثبت ان احنا جاهزين للمنافسه على الفوز على البطوله دي. طبعا في ماتشين اتلعبوا في الكاس في الحلقه دي، يعني ماتش بريستون وماتش بيرلي، فغالبا ماتش شيفيلد هنعمل له سكيب او هلعبه اوف لاين وانزل لكم الاجوال بتاعته. ناخد ماتش ويست هام بعد كده في الحلقه وماتش كريستال بالاس، ونختم بقى الحلقه بماتش نوتنجهام. يعني عندنا اربع ماتشات، لو خدنا الثلاث نقط فيهم هيبقى معانا 12 نقطه، اضمن لكم لو خدنا ال 12 نقطه دي هنكون منافسين بجد على اللقب الموسم ده. بعد ما شفت جول جوردون يا جماعه الماتش كان صعب جدا، يعني برغم ان الماتش في ملعبنا قدام جمهورنا، لكن الفريق شيفيلد عشان بيصارع الهبوط فالدنيا كانت صعبه جدا في الماتش ده. المهم ان احنا خدنا الثلاث نقط فيه، اتمنى نكمل بقيه بقى الاهداف بتاعتنا في الحلقه دي، ناخد الثلاث نقط بتاعت ويست هام وبقيه الماتشات عشان نقرب اكتر من سيتي. يعني فوزنا على شيفيلد خلانا نطلع على المركز الثالث، المنافسه لسه مستمره بيننا وبين مانشستر سيتي، الفرق 9 نقط، لكن احنا لو كسبنا ماتش ويست هام ده هيبقى الفرق 6 نقط، ساعتها زي ما قلت لكم هنقرب جدا من اللقب في نهايه الموسم ان شاء الله. بس نركز كل ماتش لوحده، نبدا بماتش ويست هام كده وربنا يكرمنا فيه. الماتش اللي فات كان صعب جدا في ملعبه ومتعادلنا 2-2، اتمنى بقى في ملعبنا ناخد الثلاث نقط دي. اليوت فين جوردون؟ طيب يا ابن اللعيبه خش يا جوردون النبي، حلوه والله، هايل يا جوردون، بصوا تتشقلبوا بقى تتنططوا تجيبها براسك بايدك، انا محتاج الثلاث نقط دي. خلص؟ لا يا لوفيتش حرام عليك يا راجل. ماشي حلوه بوتمان قوي. مندش هايل يا بوب والله، شلت جول يلا. حلوة يا ديابي، اتقل طبعا كورة، مفيش حد مع تريبيه خالص. اليوت ديابي، والله العظيم ليك بيلا ديابي، حلوة
فلافيتش خلصت بقى يا راجل، حرام عليك، بس حلوة انت عملت الصعب فيها. انا محتاج نحط جون تاني ضروري، مش هبقى طماع بعد كده. جولينتون يا راجل، حلوة ديابي قوي. بص الضغط مش ممكن، الله التحرك يا ديابي في المساحة ده. فلافيتش هات انت جون بقى، خلص والله العظيم. يلا فلافيتش اسطوره، يلا والله. طيب هو ادائكم ممتاز، لكن انا عايز افكركم بحاجه مهمه قوي، ان ماتش الدور الاول خلص 2-2 في ملعبهم. اظن ده بيديك انذار مهم قوي، الماتش 2-0 يا جماعه، يعني وارد جدا جدا ويست هام ترجع في الشوط الثاني. انا بقى عايز اشوف اداء مختلف وعليه مختلف في الشوط الثاني، نطلع كلين شيت في الماتش ده على الاقل ونخرج بالنتيجه زي ما هي كده. هاي لبوب، يلا كاونتر اتاك، خش بقى انت بقى، ديابي فوق معاك، اسرع ديابي يا ابن اللعيبه. فاول دي حكم، ماشي عدي، خش يا ديابي يا ابن اللعيبه يا ديابي. ايوه كده، يعني انا هقول بس كلمه واحده، انك تبقى راجل في الملعب وتخسر عندي احسن بكتير ما تبقى بتتدلع في الملعب وتكسب. يعني حقيقي انا مش عايز اشوف ترتيبنا في الجدول دلوقتي كام ولا اي حاجه، مش عايز احط ضغط علينا في الماتش اللي جاي قدام كريستال بالاس، عشان نركز في كل ماتش لوحده. ماتش كريستال بالاس ده هيكون صعب جدا في المركز ال 18، هم بيصارعوا الهبوط وانتوا عارفين الماتشات دي بتبقى حياه وموت بالنسبه للفرقه دي، فناخد الثلاث نقط دي كمان عشان يبقى معانا 9 نقط ستريك كويسه جدا، ونختم بقى الحلقه بماتش نوتنجهام. لو خدنا ال 12 نقطه زي ما قلت لكم هيبقى موقفنا كويس جدا، انا متاكد من ده. نبدا يا شباب نسخن بسرعه كده، يلا. حلو بلوسيتش، ماشي، مين جاي؟ طب هنا جولينتون، سهلة قوي دي يا جولينتون، جات لك تاني، حلوة. فين بقى الواد كيسيه؟ شويت بقى الواد ده، ايه ترى كيسيه؟ يلا يا ديابي عدي بسرعتك، حلوة. الله الجول ده يا فلافيتش، خطر، حلوه يا بربير قوي. عايزين نحط التاني ان شاء الله، يطلع فلافيتش، حلو. تعالى ديابي يا ابن اللعيبه، اليوت، ماشي لسه ديابي، اليوت خلص يا راجل، خلص بقى، حط يلا اليوت يلا. الله على الجول يا جماعه، هو يحط جون؟ طيب لو حط جون هيتعدوا معانا. لوكا كيسي، حلوه بوب قوي، ايه في العريضه، امسك، حرام الجون ده يخش فينا. يعني يا جماعه الجون ده لو كان جه بدري 10 دقايق كمان كنت قلت الماتش ده يخلص تعادل. امسك بقى نفسك في اخر 3 دقايق دي بقى، يعني واحد من اصعب الماتشات اللي لعبناها كحرب في نص الملعب بمعنى الكلمه، ونتج عن ده بقى ايه؟ اصابه اليوت، يعني ربنا يستر ما تكونش اصابه طويله. يعني انا فرحان خدنا الثلاث نقط، لكن للاسف للاسف مصيبه بمعنى الكلمه، اصابه هارفي اليوت اللاعب اللي هو المفتاح بتاع الهجوم بتاعنا في كل حالاتنا. يعني اليوت طبعا اصابته كارثه بمعنى الكلمه للفرقه. دوس سانتوس طبعا لاعب لسه شاب عنده 19 سنه، مهما كان خبراته اقل بكتير وامكانياته اقل بكتير من اليوت، ومفيش بديل غير دوس سانتوس اقدر اعتمد عليه الفتره اللي جايه دي. يعني احنا قدام فرصة مش هتتكرر تاني في الموسم ده خالص، يعني مانشستر سيتي سبقنا بماتشين والفرق 9 نقط زي ما هو، لو احنا كسبنا الماتشين المؤجلين دول طبعا بداية من ماتش نوتنجهام هيبقى الفرق بيننا وبينهم 3 نقط، ولسه عندنا ماتش مع السيتي مؤجل كمان في الموسم ده، ففرصة كبيرة جدا لينا نرجع المنافسة تاني على الدوري، مش هتتكرر تاني خالص الموسم ده. بص يا دوس سانتوس، انا عارف ان انت الحمل عليك كبير في الماتش ده قوي، انت اللي هتكون الفيدر بتاعنا بقى، وانت اللي هتكون ممول الهجمات كلها، وانت اللي هتكريت الفرص بتاعتنا، فاكيد الحمل عليك تقيل، لكن انا عارف انت لعيب تقيل قوي ولعيب جامد قوي، وواثق فيك يا ابني ان انت تقدر تعدي الازمه دي معانا، وان شاء الله تثبت نفسك وتبقى فرصه كويسه ليك كمان الموسم اللي جاي. نوتنجهام يعني بص فرقه هجامه، تحس فرقه، اطلع ديابي، الله الكره دي، خلصنا بيميلك بقى يا ابن اللعيبه يا ديابي، اطلع انت مش اوف سايد، فلافيتش في البعيده، انا هعلمك تحطها ازاي يا فلافيتش. فوتمان
كلوك ما يشوطش ده. هايل يا بوب. بص جولينتون والله العظيم فايتر يا جماعه. يلا فلافيتش خلص بقى، حطه في ظهرك خلص جون. والله العظيم اسطوره. يلا فلافيتش. يا ساتر على الكوره يا جماعه، كده هيتعدوا معانا يا جماعه. مبروك يا رجاله، ماتش مهم جدا بالنسبه لنا، الماتش ده كان خدنا 6 نقط النهارده. طيب فوزنا على نوتنجهام، قربنا من المتصدر مانشستر سيتي بفرق 6 نقط، لو كسبنا الماتش المؤجل لينا هيبقى الفرق بيننا وبينهم 3 نقط، لكن مش عايز انسى منافس مهم جدا وهو منافس ارسنال، يعني ارسنال قريب جدا برضه وكمان من لقب الدوري الموسم ده. المنافسه قويه جدا الموسم ده بشكل كبير قوي بين الثلاثه، نيوكاسل وارسنال ومانشستر سيتي، بس طبعا لحد اللحظه دي واقرب فريق هو مانشستر سيتي. بقيت بقى المراكز يعني المنافسه على التوب فور، يعني اعتقد بين تشيلسي ويونايتد والتوتنهام الثلاث فرق دول بيتنافسوا على التوب فور او المركز الرابع بمعنى اصح يعني، واعتقد بعد كده ليفربول بقى بينافس على اليوروبا ليج مع نوتنجهام. ليفربول بعد ما كان بطل الدوري الموسم اللي فات يعني حصل دروب فظيع في المستوى بتاعهم، وصلوا مركز 7. احنا كده وصلنا لنهايه الحلقه، لو عجبتك الحلقه اعمل لايك للفيديو واشترك للقناه وشير الفيديو مع اصحابك وفعل جرس التنبيهات. اشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام عليكم.